بتبدأ الحلقة التانية بجولادريل وهي في قلب البحار العتيقة بالشكل ده، وهنا نوري واقفة عند الحفرة اللي حصلت الحلقة اللي فاتت، وجت لها بوبي تقول لها ابعدي واقفة بتعملي ايه. المهم شدوا مع بعض وقعت نوري جوه، لقيت انها اصلا مش سخنة ولا حاجة بالرغم من كل النار دي، وبعدين قام مسكها كده وقعدت تصرخ في ايده، وقام كده النار اتطفت، وبعدين قام واقع تاني، كل النار ولعت تاني، وقرروا يشيلوه نوري وبوبي علشان الذئاب ما تجيش تاكل العملاق ده. وهنا كانوا بيسحبوه على النقالة دي وبيتسألوا عن نوع الراجل الضخم ده، هل هو انسان ولا جن ولا حكايته ايه بالظبط، بس غريب مين ينزل من السماء بالشكل ده. المهم وصلوا العملاق لهنا مكان امن وزي الفل علشان ينام فيه بامان بعيد عن اي شر، بس طبعا المكان مش مكفيه لانه ضخم جدا، حتى رجله كانت طالعه بره بالشكل ده. ونوري قررت تفضل جنبه لغايه ما يبقى كويس لانها بقت حاسه بمسؤوليه تجاهه، وبتتكلم وعينها مدمعه وبتقول انه كانه وقوعه قدامها زي ما حصل كده ده كان قدرها وهي لازم تساعده، وبوبي طبعا مش هتقول لحد عليها وهتساعدها بكل اللي تقدر عليه. وبعدين هنا كان أروندير مع برونوين في ارض هورجرين اللي متدمره تماما وكانها اتضربت بالزلازل بشكل قوي جدا، وهنا بقى اتفرقوا لان أروندير لازم يشوف النفق ده فيه ايه ومين حفره اصلا، وهي لازم ترجع تحذر اهلها كلهم ياخدوا حذرهم من اي خطر وارد انه يحصل في اي وقت من الاوقات. ودي إيريجين مملكه حدادي الجن، بيكون إيلروند مع كليبرن بير وبيكون عايزه يساعده في بناء البرج ده، وبالرغم من ان إيلروند شايف ان ده شبه مستحيل ان يخلص الخريف الجاي، بس كليبرن بير مصر على ده مهما كان كميه العماله اللي هيستخدموها. وجنبها على طول رحنا خزات دم مملكه الاقزام، هنا كان رايح إيلروند مع كليبرن بير لملك الأقزام دورين، وقعد يتكلم عن قد ايه هو صاحبه وهيستقبله بكل حب وحفاوة. المهم انه كلم الحارس من ورا الباب ده، قال له انا إيلروند من لندن ومعايا كليبرن بير زعيم إيريجين كبير الحدادين وجايين نقابل الامير دورين، فقال له لا وقفل في وشه، طبعا شكله وحش قوي قدام كليبر، بس راح قال تعويذه كده جنب الباب فتفتح وطلعوا الاقزام دول حواليه، وقال لكليبر يرجع بلده تاني وهيبقى يجيله، ودخل جوه وسابه بره ومشي. المهم دخل ومشي وسط المكان العملاق الجميل ده وحواليه اتنين حراس وماشي معاهم رايحين لهنا، وصلوا وقف وسط الناس دي كلها حواليه، ودخل عليه الامير دورين صاحبه اللي شبه خالد الصاوي ده، وهانه شويه كده بكلامه بسبب استخدامه للتعويذه اللي فتح الباب بيها دي، وقرر يتحداه قدام الناس كلها، لو كسب الجني يتكرم انما لو خسر هيتنفي تماما من اراضي الاقزام دي ومش هيخشها تاني، وهو ده الاتفاق. وطبعا دورين وسط ناسه كله بيشجعه وبدا التحدي. بدا دورين وعمل اول دور كده كسر الصخره تمام، دخل إيلروند كسرها هو كمان، ومكملين بقى هما مع بعض التحدي. هنسيبهم احنا يكملوا التحدي ونروح لنوري واللي جاي يتكلم العملاق اللي ساعدته امبارح، لسه بتتكلم قام لافف وصرخ في وشها بشكل قوي جدا 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 لدرجه ان هواه مدمر الدنيا بالشكل ده ومطبق الشجر على بعضه، هدته نوري وفكرته بنفسها وانها هي اللي ساعدته، هدي فعلا وبعدين عرفته بنفسها، بس هو مش بيتكلم وعمال يقلدها اكنه طفل، وبعدين اديته ياكل ومش فاهمين اصلا مين ده ولا جه منين لغايه دلوقتي، فسالته عن اهله وناسه علشان عرف مين هو. قام وبدأ يخطط على الارض كده، فهي بتقول له ايه ده خريطة دي ولا ايه، هي مش فاهمة. وفي نفس الوقت الراجل ده ابو نوري وقع وكحله اتكسر، وبعدين بدأ العملاق يقول كلام غريب عجيب وشكله كده عايز النار اللي كان قاعد جواها اول ما نزل، بس هي مش فاهمة ولا عارفة هو عايز ايه. وجت صاحبتها بوبي كان هيهاجمها بالصرخة بتاعته، بس قالت له انها صاحبتها وصاحبتها جاية اصلا علشان تعرفها ان ابوها اتصاب، راحوا لابوها وهي متضايقه من نفسها لانها لو كانت موجوده ما كانش حصل لابوها كده. وهنا جولادريل في وسط البحار العتيقه والدنيا معاها صعبه جدا جدا، مفيش حد حواليها ينقذها وعماله تعوم بقالها فتره وبقت مرهقه جدا لغايه ما لقت مركبه صغيره اي كلام كده وعليها شويه ناس قرروا يساعدوها بعد ما اصرت الست دي لانهم كانوا رافضين في الاول وكانوا هيسيبوها تغرق في نص البحر عادي. المهم طلعوا وبداوا يسالوها، قالت لهم انها انفصلت عن سفينتها، وبعدين الراجل ده قال لها ايه حصل لكم، الدوده دمرتكم؟ قالت له الدوده دوده ايه؟ وجولادريل مش عارفه ايه ده اصلا دوده ايه اللي بيتكلم عليها، وفجاه دخلت عليهم الدوده دي وهي دي الدوده، كائن بحري عملاق بيدمر اي سفينه يشوفها، وعدى من تحتهم كده
وطبعا كلهم مرعوبين منه. دخلت عليهم تاني ضربتهم، وبعدين اتزقت جولادريل من المركبة لانهم فاكرين انها عشان جنية فهي السبب اللي خلت الدودة تهاجمهم. بدأت تعوم جولادريل بعيد عنهم عايزة تلحق نفسها. طبعا في ثواني الدودة دمرت السفينة وقتلت الناس اللي عليها، وهنا جولادريل وقفت وفي موقف لا تحسد عليه في وسط البحار والضباب والدنيا معاها صعبة جدا، وبينها وبين كائن مدمر شبه ده خطوتين بس، وبعدين لقت ان لسه في راجل على المركبة ما ماتش. بدأت تعوم ناحيته وساعدها فعلا، وطلعت فوق شربت وهديت وتعرفوا على بعض، والشاب الجدع ده اسمه هالبراند وهيكملوا طريقهم سوا. وبعدين رجعنا تاني لإيرند والأمير دورين ومكملين التحدي وسط تشجيعات الناس، ده يكسر وده يدشدش لحد ما جت آخر ضربة لإيرند، ضرب وقع بالشكل ده وبكده خسر وكله قاعد يضحك عليه. دخل الراجل ده أخد منه سلاحه واداله سلاح تاني، قام راكع كده واستسلم واحتفل خالد الصوي سوري الأمير دورين. وبعدين راح لإيرلند وقال له يمشي، قال له تمام بس ايه رأيك توصلني؟ قال له يا سلام قوي قوي يلا بينا. وهنا بقى الكلام كان مهم جدا، وطلع اصلا هو فعلا كان صاحبه ولكنه زعلان منه وعمل معاه كل ده لانه ما سألش عليه من 20 سنة، وده طبعا كتير جدا بالنسبة للقزم ولا حاجة بالنسبة للجني، دول بيعيشوا سنين كبيرة جدا. وقال له كمان انا زعلان منك لانك ما حضرتش فرحي ولا ولادة الاتنين ولادي ولا اكني صاحبك، ازاي تعمل معايا كده؟ طبعا ايرلند انكسف وحس فعلا انه مقصر معاه، والاهانة اللي تعرض لها دي كان يستاهلها، وفعلا اعتذر له ايرلند بشكل قوي جدا وعبر له عن مدى اسفه على غلطته دي. فبصراحة دورين طلع قلبه طيب وسامحه ورجعوا صحاب تاني. وبعدين دخل هنا وسلم على مراته واعتذر لها برضو لانها برضو كانت صاحبته، وبعدين قعدوا يتعشوا مع بعض، وبرضو دورين لسه متضايق شوية منه بس دي زمراته بتصلح ما بينهم، وخلصوا اكل وكلام وقام علشان يمشي ايرلند. طبعا زعلان لانه مش عارف يكلم دورين في اللي جايله علشانه اصلا، بس اهو مش عارف لا ياخد ولا يدي معاه وشكله اخد على خاطره. فحس دورين انه زودها معاه شوية وقال له اقعد خلاص هسمعك وما تزعلش مني ولو اني زعلان منك، بس ماشي خلاص اللي فات مات يا عمو هعديها لك. وقال له قول لي بقى ملكك عارض ايه علينا علشان اوصل رسالتك دي لوالدي ونشوف ايه الكلام. ودلوقتي رجعنا تاني لجولادريل وهالبراند الراجل اللي انقذها، وكانت بتقول له مش عارفه بصراحه الراجل ايه اللي يسيب صحابه يموتوا بالشكل ده. فقال لها ايه بقى؟ قال لها بانجو. لا ركز معايا، بانجو اللي هي يانجو يعني مش بانجو التاني. قال لها ايه اسيب نفسي اموت معاهم يعني؟ وبعدين تعالي هنا بتقول انفصلتي عن سفينتك. كده باين جدا يعني انك هربانه، كنت صدقتك انا يعني. قلت له في واجب في الاراضي الوسطى لازم اعمله، وبعدين انت متضايق من الجن قوي ليه كده؟ عملوا لك ايه يعني؟ هم اللي خرجوك من بيتك؟ قال لها لا ده الاوركس. سمعت كده جولادريل دماغها نورت بعلامه ثورون على طول، وقالت له انا ببحث عن اللي دمر بيتك وموت اهلك وخلاكم تعانوا زي ما عانيت ومش هرحمه. قال لها ريحي نفسك محدش هيقدر عليه. قالت له طيب قول لي هم فين؟ قال لها في الاراضي الجنوبيه وداخل عليهم عاصفه ثانيه بيستعدوا لها. وهنا برونوين دخلت جري على الناس دي وقالت لهم ان كل اهل هوردرين ماتوا ومفيش حتى جثث، كأن الارض اتشقت وبلعتهم. واتكلمت عن الحفرة اللي شافتها ومش عارفين هي ايه بس طريقها ناحيتنا، وده خطر كبير جدا طبعا علينا. قال لها يا برونوين فكك دي مجرد اشاعات. قالت له وولدريك صدقني اللي بقولك عليه ده حقيقي بس هو رافض، والناس كلها بتبص لها بصة مش حلوة، شايف النظرات؟ بص النظرات عاملة ازاي. المهم هنا اراندير في النفق وعايز يعرف ايه اللي حصل، بس لقى كده قام واخد الشيء ده وكمل طريقه ولقى حاجة جاية عليه من بعيد، لف ظهره وبدأ يزحف بأسرع ما يمكن علشان يهرب، ومتوتر جدا طبعا لحد ما عدى من هنا ودخل عليه سيل من المية بالشكل ده وبقى بيعوم جوه النفق وحاجة منتهى الضيقة يعني، لغاية ما طلع هنا ووقف هنا مسك سكينته ومستني الشيء اللي لمحه من عن بعد ده، وبقى يشوف المية بتعمل كده واحدة ورا التانية في تالتة، وفجأة يدي عجيبة سحبته من ظهره اختفى مش عارفين راح فين. ورجعت برونوين البيت ملقتش ابنها سيو، ولقت البيت محفور فيه حفرة برضو والبيت كله مقلوب بالشكل ده. بعدها لقت سيو مستخبي هنا، طلع قالها اطلبي النجدة حالا اجري، وقفل تاني على نفسه. طلعت هي جري استخبت هنا وبتبص من ورا الخشب شايفة ده طالع من هنا وحش شكله غريب عجيب ومقزز جدا، وقطع الوحش عليها هاجمها. قام طعنه سيو وبدأ يحاول يقتلهم بس هما بيعافروا معاه بس قوي جدا عليهم، هدفته بحاجة في وشه. قام خلع الماسك وجري سيو زي ما طلبت منه أمه، ومسكت للوحش سكينة جري ورا سيو بس سيو جري وطلع فوق، جت برونوين وديته سيف في ظهره وقام نزل عليه سيو بحبل حرفيا شنقوا بيه، بس ضرب سيو فك نفسه وخلاص هيقتل سيو. في ثانيه الا ثانيه قامت برونوين قطعت راس امه وراحت بيها للناس اللي كذبتها وقالت لهم ان هم لازم يتحركوا لبرج الجن حالا علشان يطلبوا المساعده، وطبعا
دلوقتي محدش يقدر يقول حاجة، ودلوقتي نروح من الوحوش للقروش في وسط البحر. هنا جولادريل مع هالندر الدنيا معاهم زي ما احنا شايفين كده، عاصفة قوية جدا مبهدلة الدنيا، وهم اصلا معاهم بواقي مركب بيجاهدوا بيها في وسط البحر. وفي وسط كل ده اتضربت صاعقة وقعت في المية، وبقى هالندر لوحده وهي نازلة في الاعماق مغمى عليها ومتربطة بتقل بيسحبها لتحت. طبعا هالندر شايف اللي بيحصل ده ومش قادر يتحرك. فجأة لقيناه نازل وراها في الاعماق وبيحاول ينقذها، لمح خنجرها فك حبلها وطلعها بمنتهى الصعوبة، ولكنه نجح وطلعها ورجعوا تاني فوق المركبة وانقذها. ونهدي الاجواء شوية بقى بنوري وبوبي مع الراجل العملاق اللي في الغابة ده، وهو واقف باصص للسماء وهما مش عارفين هو بيعمل ايه. اول ما شاف مصباح اليرقات بتاعهم قام مطلعهم كده وبقى يكلمهم. ايوه بيكلم اليرقات، وهما مستغربين جدا جدا طبعا. المهم عمل شكل نجوم كده باليرقات دي، وفهمت نوري انه بيدور على النجوم دي وهي دي وسيلة مساعدتهم ليه، وبعدين وقع بالشكل ده. وهنا دوري مع ابوه اللي مش بيثق في اي حد من الجن، حتى صاحب ابنه إلروند برضه مش بيثق فيه، وبيحاول يقنعه دوري بحاجه. وفتحوا الصناديق دي واللي فيها حاجه غريبه جدا، بس احنا لسه مش عارفين ايه هي. وهنا سيو مسك الشيء الشرير ده اللي ليه علاقه بسورون، وجريت من ايده قطره دم عملت كده، طبعا ده شيء عجيب جدا. وبعدين ندهت امه عليه ومشيوا سوا. وهنا اخيرا اخيرا وصلت جولادريل لمكان امن بعد كل المعاناة اللي عانتها في اعماق البحار دي. وبتنتهي الحلقة التانية هنا. سلام.